من أبو ظبي عبر الهاتف الكاتب والإعلامي حسن المرزوقي للحديث أكثر عن هذا الموضوع. أهلا بك معنا سيد حسن. دائما ما نعود للأساس هو الجذور، التعايش والاحترام. هل هذا ما مكن دولة الإمارات من أن تكون مثالا على التنوع الثقافي؟ اهلا بك وبالساده المشاهدين، وكل عام وانتم بخير. بلا شك وانت ان دوله بخير. الامارات والجميع بخير. بلا شك ان دوله الامارات يعني انتهجت نهج التسامح وقبول الاخر ليس من فتره بسيطه، بل هذه العاده هي مرسخه في مجتمع دوله الامارات حتى قبل قيام الاتحاد. وفي عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه تم ترسيخ هذه القيم بشكل اكبر من خلال تلك السياسة التي انتهجها رحمه الله، والتي أيضا أصبحت رمزا لدولة الإمارات التي اشتهرت بأنها تستضيف على أرضها أكثر من 200 جنسية من السكان والمقيمين والذين يتعايشون بكل حب وبكل قبول بينهم البين. وأيضا نشاهد هذا الاحترام الكبير بينهم، وما رسخ هذا النهج القويم للتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة هو إنشاء وزارة للتسامح مؤخرا، والتي أكدت على أن الإمارات متمسكة بقيم التسامح والتعايش المشترك، علاوة على أن دولة الإمارات ربما من الدول القليلة على مستوى العالم الذي تتميز بوجود قانون لمكافحة التمييز والكراهية. يعني هذا القانون الذي جعل من الإمارات نموذجا ليس على مستوى المنطقة بل على المستوى العالمي في ترسيخ قيم التسامح واحترام الآخر. نعم، يعني هو الموضوع لكي تحذو الدول، كل ما ذكرته يعني ما قامت به الإمارات، بس في قرار سيد حسن، ما الذي تحتاجه الدول كي تحذو إذا ما أرادت أن تحذو حذو الإمارات بهذا الموضوع؟ اعتقد ان قيمه التسامح وقبول الاخر هي قيمه موجوده بالفطره لدى الانسان، لان الانسان من المستحيل ان يعيش في مجتمع دون ان يتواصل مع الاخر بغض النظر عن ثقافه الاخر وعن ديانته وعن جنسه او لونه. ما تحتاجه الدول لتحذو حذو الامارات هو بتقنين هذا التواصل بين عناصر المجتمع، وايضا في ايجاد قانون يحكم هذا التواصل وبقطع الطريق على تلك الأصوات الشاذة التي تحاول أن تزرع الفتنة وتبث الطائفية والكراهية في المجتمعات. وكما أشرت أن الإمارات تميز بوجود قانون مكافحة الكراهية والتمييز، بينما للأسف في الدول الأخرى نجد هذه الدعوات للكراهية والتطرف من خلال منابر الإعلام أو المنابر الدينية، والتي لا تجد أي رادع، سواء رادع قانوني أو حتى رادع أخلاقي. أنا أشكرك من أبو ظبي الكاتب والإعلامي حسن المرزوقي.